السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لمشروع التهجين اللي بديناه قبل 4 سنين، وصلنا احنا الحين الى الجيل الرابع. هذه الجيل الرابع من النباتات، ولكن راح اتكلم معاكم عن تغيير سويته هذه السنة. مثل ما انتم شايفين، اول تغيير سويته ان ما زرعت الشتلات في اصيص 15 لتر، كبرت لهم التشيز، حطيتهم في تشيز 45 لتر على اساس نقدر نشوف الحجم الحقيقي حق النبتة ونشوف تثمير أقوى إن شاء الله. الشيء الثاني أن كلهم فيهم طبقة مهاد من الله يعزكم التبن، فهذه أيضا راح يساعد في نمو النباتات ويقلل عليهم الجفاف ويحافظ على الرطوبة ويساعدهم في النمو. فمثل ما أنتم شايفين، النباتات هذه السنة بعد مثبتة بعصي ومربوطة في هذه العصي بحلقات، على أساس أن ما نبغيها تنزل مثل ما صار عندنا كذا قبل كذا سنة، فنبيها ترتفع إلى الأعلى وتثبت على النمو العمودي. التغيير المهم أيضا اللي صار هذه السنة اللي هو أن بدال 10 نباتات خليتهم 6 نباتات بسبب حجم الأصيص والمساحة. فعندي 6 نباتات، اخترت الأقوى مثل ما دائما نسوي، كانوا كذا نبتة في الأصيص، خليت الأقوى والبقايا قطعتهم وأزلتهم، فيبقون عندي أقوى 6 في كل أصيص واحدة. وطبعا هذا لأن كلهم الستة من سلالة النبتة، هذه رقم النبتة اللي تذوقنا تمرها في نهاية الموسم اللي فات، واللي ما شاف الفيديو ممكن يرجع للفيديو في أعلى الشاشة. فراح نواصل نمو هذه النباتات ونشوف شنو التغيير اللي يطلع عندنا هذه السنة وكيف يكون النمو والتثمير، وبعدين إن شاء الله نوصل حق تذوق الثمر. فتابعوا هذه السلسلة، احنا الحين وصلنا منتصف التجربة، الجيل الرابع، يبقى بعد 4 أجيال ان شاء الله، وبعدين نشوف اذا نطلع بشيء ولا لا. فأتمنى توصلون متابعة هذه السلسلة، واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركها في قسم التعليقات، وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. في امان.